مرحبا، بهذا الفيديو رح ناخذ مثال تطبيقي للشيء اللي حكينا بالدرس الأول. عندنا هذا الميكانيزم اللي هو 3D 4 bar linkage، مؤلف من 4 عناصر. لازم نتأكد ببداية انه العنصر القاعدة هو عنصر ثابت وبقية العناصر قابلة للحركة. رح ناخذ دراسة موشن جديدة، new motion study، بعدين ناخذ motion analysis. نطبق أول شيء الجرافيتي وناخد موتور على هذا السطح، نحدد السرعة 360 درجة بالثانية. البرنامج هو بيحولها ل60 دورة بالدقيقة. مثال بسيط بحيث نحن نراجع كل شيء أخذناه بشكل سريع. نغير ل4 ثواني. هاي هي الحركة طلعت معنا. رح نطبق النتائج. رح ناخد السرعة الخطية للمنزلقة، باتجاه واي. حدد السطح، إذا حبينا نعدلها بحيث إنه مو مع الزمن ولكن مع دوران المحرك. رح ناخد بدل بلوت ريزلت مو مع تايم، رح ناخدها مع نيو ريزلت displacement، وبنختار angular displacement، وبنختار المحرك. بيطلع معنا المخطط. المخطط الثاني ممكن نطلعه مثل عزم المحرك. إضافة لمخطط عزم المحرك المطلوب، ممكن نطلع نحن مخطط الاستطاعة المستهلكة. رح ناخذ مخطط جديد، مومنتوم، انرجي، باور كونسبشن، ونختار المحرك. بيطلع معنا مخطط الاستطاعة. مثال بسيط وسهل ممكن ندرب عليه. طبعا انت ممكن تشوف الملفات موجودة بملف الدرس الأول بقسم الاكسرسايز وتعمل نفس الخطوات. بنشوفكم بالفيديو الجاي.